بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. احنا عندنا طاقة، والطاقة دي لابد ان احنا نستعملها استعمال رشيد، وكمان عندنا موارد، والموارد دي بيقول عليها علماء الاقتصاد ان في حاجة اسمها الموارد الاقتصادية، وكذلك الموارد الاقتصادية دي كذلك هم بيوصفوها بان هي موارد نادرة. وعشان الموارد دي نادرة لازم في حاجة مهمة جدا جدا نخلي بالنا واحنا بنتعامل بيه مع هذه الموارد، سواء نتعامل مع طاقتنا ونفسيتنا او سواء نتعامل مع مواردنا. الجليس اللي هنتكلم عليه النهاردة ده لو ما تعاملناش معه برشد ممكن يتوحش، وتوحشه ده ممكن يؤدي الى ان احنا نبص نلاقي نفسنا في فراغ او في ضياع او في شتات. الجليس النهاردة اللي احنا نتكلم عنه هو جليس الاستهلاك، وعشان نقدر نتكلم عن الاستهلاك كان لازم يكون معانا خبير يتكلم معانا عن الموارد الاقتصادية وازاي هنقدر نتكلم عن الاستهلاك ده. معانا الدكتور احمد عز. ازاي حضرتك يا دكتور احمد؟ ازاي حضرتك يا مولانا؟ ازاي الصحة والعافية يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. شرف لي مولانا اكون مع حضرتك. الله يبارك في حضرتك يا رب. مين تفكر ايه المعنى الشهير للاستهلاك؟ يعني ايه المعنى الاساسي اللي ممكن نبني عليه تصورنا للاستهلاك؟ تمام. الاستهلاك هو استخدام سلعه بهدف ان احنا نشبع حاجه عندنا. الحاجه دي اما بتكون بشكل مباشر، ده المعنى المشهور، بشكل مباشر، وبيكون في نمط احنا بنسميه في الاقتصاد الاستهلاك النهائي لاي سلعه. ولكن في نوع تاني من الاستهلاك وهو الاستهلاك الوسيط او الاستهلاك الانتاجي، ان انا بستخدم سلعه علشان اعمل سلعه جديده. نعم. فهناك ما يسمى بالاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي. الاستهلاك النهائي ده ان حد ياكل حاجه وتنتهي، ان واحد يعمل يجيب حاجه وبعدين يستهلكها في غرض معين، لكن الاستهلاك الوسيط هو الاستهلاك اللي بيدم في عمليات الانتاج. تمام. ونمط الاستهلاك عموما هو اللي بيشكل المستقبل بتاع المجتمع والمستقبل بتاع الفرد لو اتكلمنا على الافراد. طب ايه في راي حضرتك اسباب زياده الاستهلاك عند الناس؟ اسباب الزياده بتاعت الاستهلاك هي شيوع نمط استهلاكي غير انتاجي عند رموز المجتمع بشكل عام. يعني كان في فتره مثلا ان رموز المجتمع بيبقى الاستهلاك بتاعهم رايح نحو الثقافه علشان هم مثقفين، فكان المجتمع بشكل عام بيحاول ان هو يتقلد بهذه الرموز. وحتى عندنا في الاقتصاد احنا كنا بنشوف دايما لحد الثلاثينات يعني من القرن الماضي كنا بنشوف في المدرسه القديمه بتاعت الاقتصاد انه المؤشر بتاع نشاط الاقتصاد هو الانتاج، لحد لما بقى المؤشر بتاع الاقتصاد هو الاستهلاك زي ما هو الانتاج. ولذلك نلاقي دول ربطت الانتاج بتاعها والنشاط بتاعها بالاستهلاك، زي ان هي تنتج سلعه معينه لازم ان هي تستهلك، ولذلك هي بقت عندها هدف او دافع ان هي تغير النمط الاستهلاكي بتاع مجتمعات اخرى، وتسمى بالمجتمعات الاستهلاكيه للي بتستخدم الاستهلاك النهائي زي ما قلنا، علشان تقدر الدول المتقدمه ان هي تنتج سلع تستهلك عند الدول دي. يعني هناك بعض الدول صدرت لبعض الناس ثقافات ان هم يستهلكوا استهلاك نهائي عشان هي تستمر في نشاطها الاقتصادي. بالظبط، استهلاك نهائي. في الاستهلاك النهائي بمعنى ان هم يستهلكوا الاشياء بدون ما يستهلكوها في مساله الانتاج. طب ايه ويكون اللي معدل الادخار بتاعهم قليل، يعني النسبه بتاعت الادخار نفسها تكون قليله. طب ايه اللي ممكن الناس تعمله علشان تقلل من الاستهلاك ومخاطره؟ النهارده بقى في مفهوم مولانا اسمه الاستهلاك المستدام، ده اللي لازم الناس كلها بتكون بتبص عليه. انا مش مهم انا اكون بستهلك كام دلوقتي او بدخر كام دلوقتي، ولكن مهم ان انا احافظ على نظام استهلاك معين، النظام ده ما يتغيرش بتغير ظروف الحياه للشخص. فعلشان اعمل كده في معادله لازم دايما نبقى باصين عليها، انا بستهلك قد ايه استهلاك انتاجي، وبستهلك قد ايه استهلاك نهائي، وبدخر قد ايه. لو حافظت على الثلاث متغيرات دول وابتديت ان انا ابص عليهم مع بعض، اقدر ساعتها ان انا اوصل للاستهلاك المستدام اللي الناس كلها دلوقتي بره بيشوفوا ان هو ده النمط اللي بيشكل تقدم الدول. يبقى لازم التوازن ما بين الثلاث مفاهيم دول، الاستهلاك النهائي والاستهلاك الوسيط اللي انا احاول بيه من خلال انتج، وكمان
لابد يكون هناك ادخار ايضا. تمام بالضبط يا مولانا. بهذه الطريقة أنا أظن أن ممكن نوصل للاتزان وما يتوحش علينا الاستهلاك. بالضبط. وطبعا الجزء الثاني الإعلام لازم أنه هو بيكون فيه بنحاول نوصل للمجتمع كأفراد أن الرسالة بتاعت الإعلام تكون هي بتحول تتغير نمط الاستهلاك بتاعهم كرموز مجتمع وكرسالة بيقدمها الإعلام نفسه. دكتور أحمد أنا شاكر لحضرتك جدا هذه المعلومات المهمة اللي بتخلينا واحنا بنتجه نحو الاستهلاك الرشيد لدينا دعم ولدينا اصول نبني عليها استهلاكنا الرشيد. شكرا دكتور. شكرا شكرا. عفوا لحضرتك.